على طريق النور مشينا، فمررنا بالمنار ووصلنا إلى الفنار، لنكمل رحلة الحرف في سفينة اللغة نحو موانئ العلم والمعرفة والجمال. مشروعنا قمر يكتمل ضياء للباحثين عن الطريق. وهل ثمة أنصع من الحكايات متعة في الطريق المظلم؟ كان صانعو النور أبطالا من بلادي، غزلوا من خيوط الفكر قطعا أدبية وفنية، وألبسوا الحقيقة ثوب الخيال، ففاض الجمال وطاب المقال، ومزجت الألوان والظلال والأشكال. كتبوا ورسموا واجتهدوا وقادوا سرب الحكايات نحو دفء الإنجاز لتؤثر في كل قلب وعقل. حكاياتنا مغامرات من يتحدى الأخطار، وتشويق من يكتشف الأسرار، ودرب يسيرها الأبطال نحو بدايات من واقع وخيال. إنها سحر الأساطير وسرب أحلام يطير، ومذكرات دفء غزير، وأقاصيص لكل ذواقة بصير، هي خيوط شمس من شمال وجنوب. مجموعة الفنار كتب فيها القيم والمشاعر والبيان، إنها فصاحة الصدق، ثوب للسان، وجوهرة أدبية يستحقها ناشئة عمان.